الرحيم. بسم الله على مصر وأرضها، بسم الله على شعبها وترابها، بسم الله على رجالها ونسائها، بسم الله على شبابها وبناتها، بسم الله على علمائها وأوليائها، بسم الله على نيلها وخيراتها، بسم الله على كل ثرواتها، بسم الله على رئيسها وقادتها، بسم الله على شرفائها ومخلصيها، بسم الله على كل صاحب رسالة على أرضها، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا أصحاب الرسالة مع سارة منصور علاء.